هنا القاهرة عاصمة الخبر، نشرة مغربية جديدة نرصد فيها أهم الأحداث والتطورات في بلدان المغرب العربي. والبداية دائما بالعناوين. بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية، الجزائر توقع على إعلان تجديد الدعم لمحكمة العدل الدولية. رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عجيلة صالح يدعو إلى تعديل الإعلان الدستوري لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وفي حكايتنا المغاربية نتعرف على شعب الفلان أكثر الأعراق خصوصية في موريتانيا. وبدايتنا من الجزائر. وقعت الجزائر بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية وعضو المجموعة الثلاثية العربية بنيويورك، وقعت باسم المجموعة العربية ورفقة العديد من الدول على إعلان مشترك جددوا فيه دعمهم الثابت لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر أساس في النظام الدولي. أعرب الموقعون على الوثيقة بصفتهم دولا أعضاء في الأمم المتحدة عن قلقهم العميق حيال قرار السلطة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية على الشعب الفلسطيني وقادته ومجتمعه المدني. إذن لمزيد من المعلومات حول هذا الشأن ينضم إلينا الآن عبر سكايب من الجزائر دكتور محمد سيبشير أستاذ العلوم السياسية. دكتور بداية أرحب بك، يعني كيف يأتي هذا التوقيع وكيف يعزز فرص حل القضية الفلسطينية أو على الأقل إيقاف كل هذه الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية حتى الآن؟ صباح الخير سيدتي وصباح الخير لمشاهديك الكرام في على القاهرة الإخبارية. توقيع الجزائر بصفتها رئيسة القمة العربية على هذه الاتفاقية يعني أن المجموعة العربية تساند الشعب الفلسطيني في نداءاته المتعددة المتكررة للتنديد بالاحتلال وتحويله إلى محكمة العدل الدولية باعتباره احتلالا لأرض ليست أرضه، ومعاملة للفلسطينيين على أنها معاملة ظالمة يعني ومناهضة لحقوق الفلسطينيين. وطبعا مع كل العملية التي تجري على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتنديد بالاحتلال ورفع الصوت بمناهضته وتحويله إلى قضية في محكمة العدل الدولية، هذا تساهم فيه المجموعة العربية. وباعتبار أنه هذه الاتفاقية مهمة جدا، فالجزائر وقعت باسم المجموعة العربية هذه الاتفاقية. هذا بالنسبة للنقطة الأولى. لا ننسى بأنه هذه الأيام مع عودة نتنياهو إلى الحكم في الكيان الصهيوني على رأس الحكومة، هذا مجرد أن يرتفع صوت العرب بالتنديد بالاحتلال، هذا يعني أن بإجراءات يعني هذه الحكومة اليمينية المتطرفة نحو الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة الغربية وكذلك بالاعتداء على المقدسات في القدس، هذا يعني أن المجموعة العربية ستعرض الأمر على محكمة العدل الدولية أولا، ثانيا ستعمل على التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يوجد على الطاولة، وليس هناك حل آخر
من غير هذا الحل. طيب أي دكتور، حل بالحديث عن هذا الإعلان المشترك والذي جدد فيه عدد من الدول يعني أهمية التأكيد على إيقاف ما تقوم به إسرائيل من يعني من تجاوزات كان آخرها ربما فرض إجراءات عقابية على الشعب الفلسطيني وعلى قادته ومجتمعه المدني، ومن ناحية أخرى أيضا الجزائر التي وقعت باسم المجموعة المشتركة، كل هذا يأتي في إطار ربما التثبيت والتأكيد على الدور الموحد والرؤية الموحدة تجاه القضية الفلسطينية. من ناحية أخرى، ما هي الأدوات التي تملكها هذه الدول وعلى رأسهم الجزائر للضغط على محكمة العدل الدولية لإيجاد ربما أدوات لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟ طبعا الأداة الوحيدة التي يمتلكها العرب الآن هي الأداة القانونية. لماذا؟ لأنه نعرف بأنه في سبعينيات القرن الماضي عندما تم الإعلان على أنه الصهيونية هي العنصرية على مستوى الأمم المتحدة، هذا الأمر كان له أثر كبير في أن تعمل الجمعية يعني المنظمات غير الحكومية، المنظمات الدولية والمعاهدات الدولية تعمل على الإعلان أن الشعب الفلسطيني في على أقل تقدير في غزة وفي الضفة الغربية في المناطق المحتلة بعد حرب يونيو 1967، هؤلاء هذه الأرض محتلة، وبالتالي نال العرب بعض الحق خاصة مع مسلسل السلام الذي بدأ في السبعينيات ثم تطور إلى محادثات أو مفاوضات أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية. ما عدا هذه القناة القانونية يعني العرب يمتلكون بعض الأدوات، أداة الطاقة، الأداة الاقتصادية، أداة المجتمع المدني، أداة المقاطعة التي تعلنها الجامعة العربية، لكن مع كل هذه الأدوات نعرف بأن الواقعية الدولية يعني تفرض علينا أن نعترف بأنه الغرب منحاز للكيان الصهيوني. الآن أعطيك مثالا سيدتي، اجتماع القاهرة الأمس كان يعني بين الأردن السلطة الفلسطينية والرئاسة المصرية، لم يكن هناك من قدرة على تغيير الأمور إلا للإعلان أن الأردن تشرف على المقدسات، السلطة الفلسطينية توقف المحادثات الأمنية إلى غاية اعتراف الحكومة الجديدة في الكيان الصهيوني بحل الدولتين، إضافة إلى العمل المصري الكبير الذي تقوم به في مجال التهدئة. إذن ما عدا هذه القنوات المفتوحة للتهدئة للعمل الأمني وحماية المقدسات في يعني أردنيا فلسطينيا ومصريا، إضافة إلى الدور الجامعة العربية في تحويل القضية إلى محكمة العدل الدولية، مضافا إليها القضية الثالثة وهي الإصرار على أنه حل الدولتين هو الحل الوحيد والأمثل للقضية الفلسطينية، لا يوجد حل آخر ولا توجد قناة أخرى للتأثير للأسف. لماذا؟ لأن الغرب منحاز للكيان الصهيوني ويعمل دائما على إيقاف أي محاولة لتحويل العمل العربي المشترك إلى قضية ممكن أن تنشئ وطنا فلسطينيا على أقل تقدير في الأرض المحتلة بعد 67، إلى غاية إحقاق الحق الذي هو أن الأرض الفلسطينية مستلبة. نعم. سواء طيب دكتور، وأنا هنا تحدثت عن أن الغرب ربما ينحاز بشكل واضح وصريح على مر سنين للحكومة الإسرائيلية، وتحدثت أيضا وتطرقت إلى القمة، قمة يوم أمس بين مصر والأردن وفلسطين، وهي قمة هامة يعني جاءت بعد قمم كثيرة، في كل قمة فيها كانت القضية الفلسطينية تأتي على رأس الأجندة. اليوم وفي ظل ما يشهده العالم وخاصة الغرب من أزمة كبيرة كالحرب الروسية الأوكرانية، في رأيك إلى أي مدى هذا الوقت بالتحديد قد يكون الوقت المثالي الذي يمكن فيه الضغط على الدول الغربية لإعادة النظر في موقفها من القضية الفلسطينية؟ طبعا كما قلت، بما أن الغرب والكيان الصهيوني يعملان بواقعية، واقعية الامتلاك القوة، واقعية الانحياز الغربي، نحن نمتلك الآن كمجموعة عربية واقعية امتلاك الطاقة، واقعية التأثير بما نملكه من قدرات
ومن الإمكانية للتأثير على الموقف في الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة قلت على المستوى الطاقوي. هذه الإمكانية مضافا إليها طبعا أنه سنة 2023 هي سنة الركود الاقتصادي في الغرب، هذه الإمكانية ممكن أن تمنح للعرب يعني الأفضلية تحريك المفاوضات نحو أولا التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل، حماية المقدسات، إضافة إلى حماية الفلسطينيين من الاعتداءات المتكررة للمستوطنين الصهاينة أو من الحكومة الصهيونية سواء في الضفة أو في غزة. دكتور محمد سيبشير أستاذ العلوم السياسية، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشرة عبر سكايب من الجزائر. أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والمميزة التي تربطها بروسيا. وخلال استقباله السفير الروسي لدى الجزائر، شدد رئيس مجلس الأمة الجزائري على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري. هذا كما جدد التأكيد على تمسك الجزائر بالمبادئ الثابتة لسياستها الخارجية والداعي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتسوية السلمية للنزاعات وتغليب لغة الحوار والتفاوض والمصالحة. دعت المديرية العامة لحماية المدنية الجزائرية إلى رفع درجة الحيطة وتوخي الحذر، فيما قالت عدة ولايات جزائرية برفع مستوى اليقظة للون البرتقالي، ذلك بعد أن أشارت الخرائط الحيوية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى تأثير الجزائر بكتلة هوائية قطبية المنشأ وشديدة البرودة مرافقة لمنخفض جوي، ومن المتوقع حدوث سيول خاصة في المناطق المنخفضة. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية تساقط الثلوج فوق العديد من المناطق في شمال الجزائر ومرتفعات العاصمة. ونذهب إلى ليبيا، حيث دعا رئيس مجلس النواب المستشار عجيلة صالح دعا إلى تعديل الإعلان الدستوري لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وقال صالح خلال كلمته في جلسة للمجلس في مدينة بنغازي، قال إن تعديل الإعلان الدستوري هو السبيل الوحيد لخروج من الأزمة، مشيرا إلى ضرورة وضع قاعدة للانتخابات تعتبر قاعدة دستورية يتم تضمينها في الإعلان الدستوري. من جانب آخر، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عجيلة صالح شرعية المجلس كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد لإصدار القوانين والتشريعات. وخلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ليزي أوردمان، شدد صالح على ضرورة وضع آلية توزيع عادلة لثروات الليبيين بين المناطق كافة، واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في ليبيا وما قام به مجلس النواب في سبيل تجاوز هذه المرحلة والوصول بالبلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أيضا. أكد القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا أنغ تشي مان أهمية إجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا. وخلال لقائه النائب المجلس الرئاسي عبدالله اللافي شدد على دعم بلاده مشروع المصالحة الوطنية. هذا كما استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الليبي الصيني في مختلف المجالات، واستأنف عمل سفارة الصين من جديد وعودة الشركات الصينية إلى ليبيا لاستكمال مشروعاتها المتوقعة.
في المغرب أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز خنوش أكد أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يحتاج إلى زخم جديد يقوم على الثقة المتبادلة، مبينا في الوقت ذاته أن الشراكة بين المملكة وأوروبا هي الأكثر تقدما. هذا وأشار خنوش إلى تعدد مجالات الشراكة المستقبلية بين الطرفين، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تطوير الهيدروجين الأخضر. أشادت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية فادية كيوان بالمبادرات التي يقوم بها العاهل المغربي محمد السادس من أجل الارتقاء بأوضاع المرأة المغربية، وفي كلمة لها خلال افتتاح ورشتين حول دور النساء في الشأن العام لتعزيز المساواة بين الجنسين، أبرزت كيوان التزام العاهل المغربي بأن تكون المرأة المغربية في قلب سياسات التنمية التي يشهدها المغرب. حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية من موجة طقس باردة تضرب البلاد اعتبارا من اليوم وتستمر حتى 3 أيام، وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أنه قد تم رفع مستوى اليقظة إلى اللون البرتقالي، حيث أنه من المرتقب تساقط الثلوج في عدد من الولايات المغربية. في تونس شاركت وزيرة الطاقة التونسية نايلة نويرة في الافتتاح الرسمي لفعاليات أبو ظبي للاستدامة بالإمارات. هذا والتقت وزيرة الطاقة التونسية وزير الطاقة والبنى التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، واتفق الوزيران على إرساء إطار للتعاون في مجال الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر. في موريتانيا قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قال إن العلماء الموريتانيين وقادة الرأي قد أبلوا بلاء حسنا في مواجهة المغالاة الفكرية، وفي خطاب له بمناسبة افتتاح النسخة 3 من المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، أشار الرئيس الموريتاني إلى أن الدفاع عن السلام والأمن والاستقرار لا يكون فعالا إلا بتحصين العقول أمام الخطابات التي تدعو إلى العنف على اختلاف أشكاله. وفي كل جولة مغاربية نقص دائما عليكم حكاية، حكايتنا اليوم عن ثاني الأعراق المكونة للمجتمع الموريتاني، شعب اتخذ من بساطة الحياة هدوءا ومن التماسك الاجتماعي قوة، إنه شعب الفلان. في
في منطقة فوتاتورو بحوض نهر السنغال، عرف عرق الفلاني للمرة الأولى، ومنها انتشروا باتجاه موريتانيا ليصبحوا ثاني الأعراق المكونة للمجتمع الموريتاني من حيث العدد بعد العرب، حيث يتركز وجودهم في ولايات الجنوب. قبائل الفلان تنقسم إلى جماعات من الرعاة والمزارعين، ويعيش البدو في قرى مكونة من أكواخ صغيرة، أما الحضر فيعيشون في قرى زراعية تتميز بأن أكبر بناء فيها هو المسجد. وكغيرهم من الشعوب، يتميز شعب الفلان بعادات خاصة، ومن بين عاداتهم المثيرة للدهشة تجنبهم التواصل مع الآخرين في المواقف الحرجة مثل العتاب والشكوى وطلب العون، لذا يطلبون من أحد الأقارب أو الجيران القيام بدور الوسيط في التعامل مع الآخرين مقابل أجر متفق عليه، ويستمر هذا التقليد في جميع معاملاتهم. يعرف عن الفلان منذ سنوات توقيرهم الشديد للعلم وإجلالهم أهله، إذ يعد من أبرز عاداتهم أيضاً إرسال الإبن البكر إلى مدينة شنقيط الموريتانية بهدف التعلم، لذا فإن أكثرهم يشتغلون بالتعليم، وقد ظهر منهم العلماء في الفقه والاجتماع والدين. وحتى الآن يتميز الفلان بتماسكهم الاجتماعي ومساندتهم بعضهم بعضا واحترام تقاليدهم وعاداتهم والحفاظ على هويتهم ومعتقداتهم وتوريثها للأجيال على مر العصور. وبحكاية شعب الفلان الموريتاني تنتهي نشرتنا المغربية. لمزيد من المتابعة يمكنكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال أو رأسي، كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، كنت معكم في هذه جولة المغاربية، أنا فيروز مكي هنا القاهرة عاصمة الخبر.